السلام عليكم ورحمة الله إخوتي في الله، كيف الحال؟ اليوم سأريكم طريقة كتابة باللغة العربية في برنامج فوتوشوب سي سي. لكي لا أطير عليكم شاهدوا معي المقطع. نقوم بفتح برنامج الفوتوشوب. من قائمة فايل نختار نيو جديد أو كنترول N، نقوم بفتح صفحة بمقياس الذي نريده، فمثلا مقياس أركات. نختار نوع الألوان، هي هذه CMYK اللي هي الطباعة بجيت دونكر، ألوان عادية. نضغط أوكي. بالنسبة لهذا الرقم سنتكلم عليه في حلقات مقبلة إن شاء الله، هذا وسأعطيكم نظرة عنه. هذا هو عبارة عن resolution أو دقة الألوان. كلما نقص الرقم، شاهدوا معي image size، حجم الصورة. عندما نقوم بتغيير الرقم، انظروا معي 1.12 ميجا. عند رفع هذا الرقم 33 ميجا، وهذا يستخدم في الطباعات الكبيرة. نضغط أوكي. نذهب إلى أداة الكتابة، حرف T، ثم في أي مكان نقوم بالكتابة. نكتب بالعربية، نغير اللغة العربية، نقوم بالكتابة. انظروا معي، سأقوم بتغيير اللون لكي تشاهدوا جيدا. انظروا معي، الحروف مقلوبة، الكتابة بالمقلوب بسم الله الرحمن الرحيم، والحروف غير ملتصقة. نذهب إلى قائمة Edit، طبعا نذهب إلى الماوس، نغير السهم في قائمة Tools. نذهب إلى Edit، نختار Preferences Type، نختار الخيار الثاني، ثم نضغط OK. لم يتغير شيء. طبعا هذا يرجع إلى، يجب علينا إعادة تشغيل البرنامج، الخروج منه وإعادة تشغيله. سأعطيكم خيار آخر اللي هو Ctrl K. نذهب إلى التأشيرة هذه، نقوم بضغط Ctrl K على الكيبورد، نروح لتايب، نتأكدوا باللي في الوضع الثاني أوكي، نقوم بغلق البرنامج، نديرو ناو، ثم عادنا حتى شي نحاولو نصوب قرديوه، ثم نفتح البرنامج ثانية. ننتظر قليلا، نعيد فتح صفحة جديدة اوكي، لا يهمنا المقاسات او غير ذلك. نذهب الى أداة الكتابة، نقوم بتغيير اللون الأسود لكي تظهر الكتابة، نقوم بتغيير اللغة عربية، ثم نكتب. صارت الكتابة عادية. أرجو أن ينال هذا الفيديو إعجابكم، وإن أعجبكم أرجو الاشتراك في قناتي وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. شكرا لكم للمشاهدة، السلام عليكم.